لو تحولت فعلا إيران إلى دولة تمتلك القنبلة النووية، فجأة خصبوا 90% وأعلنوا بأنهم يمتلكون القنبلة النووية، وين إحنا رايحين؟ هل راح تتحول إيران إلى كوريا الشمالية الثانية وما حد يقدر يسوي لها شيء، أم إننا سنكون أمام حرب محتمة، ويعني إنه حرب أكيدة كون إنه إسرائيل قريبة وأصبحت مهددة بشكل كبير؟ أنت شلون تشوفها؟ يعني أنا أشوف الموضوع هذا السؤال الجواب عليه يكون ضمن إطارين أو شقين أستاذ أحمد، الشق العالمي والشق المتعلق بمنطقة الشرق الأوسط. إذا امتلكت إيران القنبلة النووية ويعني دخلت النهاد النووي، فستربك كل القواعد النووية في العالم، يعني اتفاقات التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى اتفاقات الدول النووية الكبرى. يعني أستاذ أحمد، النهاد النووي هو ليس يعني نادي مفتوح للهواة، هذا يعني حضرتك تعرف أنه مخاطر هذه القنابل قد تدمر الكرة الأرضية. يعني لا زلنا لهذه اللحظة تجرى البحوث على المتضررين من كارثة هيروشيما. لحد هذه اللحظة في استراليا عندنا يقيمون بحوث عن أبناء الذين أو أحفاد الذين تعرضوا إلى تأثيرات ذلك الانشطار النووي. فهذا الموضوع خطير جدا طبعا على السلم العالمي أولا، ولذلك إضافة للشرق الأوسط، أنا أعتقد إيران إذا امتلكت القنبلة النووية فخلص بعد الشرق الأوسط سيصبح تحت الهيمنة الإيرانية، وستعاد القوة يعني دولة فارس الكسروية، يعني سيصبح هوية، لأن توازن القوى سوف لن يكون موجود يعني في الشرق الأوسط. إيران ستصبح دولة نووية وأقوى من الدول الموجودة، ولكن هذا أيضا سيسرع بسعودية مثلا أو تركيا، هذه الدول أيضا ستذهب وستلجأ إلى قضية الموضوع النووي. العراق أيضا منذ نهاية السبعينيات في عهد الرئيس البكر، يعني كان هناك فريق عراقي من الفيزيائيين يعني ذهب باتجاه موضوع المعلن كانوا والقضايا السلمية، ولكن العراق أيضا كان لديه رغبة كبيرة بأن يدخل في النهاد النووي، ولكن مفاعل تموز استهدف كما تعرف الحادثة، واستغلت الحرب العراقية الإيرانية لإنهاك العراق داخليا، وهذه مخاطرها يعني على مستوى المنطقة. يحدث إرباك في عمليات تسلح وتوازن قوى، إضافة إلى أنه يعني ممكن أن تحدث حرب بأي لحظة، لا يوجد هناك ضابط، المظلة الدولية سوف لن يكون لها فائدية. يعني حضرتك شفت ترامب اجى طرح استراتيجية الحماية الأمريكية، غير مفاهيم العالم وأربك العالم كله، وحتى أني عبرت في إحدى محاضراتي أنه ترامب قتل مفهوم العولمة. يعني مفهوم العولمة سوف يعني أصبح ليس له قيمة، حتى حينما عشنا فترة كورونا، فترة كورونا بينت انه لا قيمه للعولمه. يعني طيب هو هذا السيناريو استاذ احمد، يعني اكو توقعات جميل، هو اكو توقعات لهذا السيناريو من الغرب تحديدا، اذا ما وصلنا الى هذه النقطه القنبله النوويه مع ايران ومن حلت المشكله، هل سيكون العراق والدول العربيه ضحيه لاي شيء يحدث؟ يعني من اذا كانت حرب مباشره او غيرها، تعتقد احنا همين العراق عندنا سيشتعل لا سامح الله؟ 100% أستاذ أحمد، يعني هو المتضرر الأول الدول العربية حقيقة، لأن غياب المشروع العربي، إحنا الدول العربية أستاذ أحمد يعني منذ موجة الربيع العربي أطاحت بالأنظمة العسكرية القومية العربية، ولذلك العرب ليس لديهم مشاريع بديلة، يعني وتناصفنا الأتراك والإيرانيون، هذا الواقع. حتى أني قلت في إحدى حواراتي، إذا نظرنا إلى خارطة الوطن العربي سنجد أننا محاصرون من كل الجهات المائية تركيا وإيرانيا، يعني جنوب الشرق المتوسط تسيطر عليها تركيا، عندك باب المندب الآن تحرك عليها الحوثيين وسيطرت عليها إيران، عندك مضيق هرمز، يعني كل كماشة تركية إيرانية. العراق يعني دول الهلال الخصيب في هذه المعادلة أستاذ عبد الله، وأسف أنا نقلتك إلى زاوية أخرى ولكن ضمن إطار سؤال حضرتك. نعم. دول الهلال الخصيب أنا أسميها دول القوة العسكرية العربية، اللي هي العراق، سوريا، الأردن، هذه دول يعني جيوش